نجمتنا الكبيره كابتن مروه عيد، كابتن نادي نيس وكابتن النادي الاهلي وكابتن منتخب مصر واللي مشرفانا في فرنسا. حصلت الاسبوع اصابه وكل السوشيال ميديا كانت بتتكلم على مروه عيد بكلام يعني مؤثر جدا، كله بيتمنى لها العوده مره اخرى. حصل اصابه كنا لازم نطمن منها هي شخصيا، نسالها عملت ايه، ايه اللي حصل. معانا على التليفون كابتن نادي نيس وكابتن مصر كابتن مروه عيد. كابتن مروه مساء الخير. كابتن عوض ازاي حضرتك، اخبارك ايه كابتن؟ الحمد لله، انت اخبارك ايه؟ طمنينا، كل الناس قلقانه عليك، عايزين يعرفوا ايه اللي حصل بالظبط، الاصابه شكلها ازاي، قولي لي يا مروه. والله رقم واحد بس بشكر حضرتك على اهتمامك، وبشكر كمان النادي الاهلي طبعا دايما دايما بيهتم باولاده ايا كان، فده شرف كبير ليا فبشكرك يعني، ده رقم واحد. رقم اثنين، والله انا كان الاسبوع اللي فات كده كان عندي تمرين، ف كنت رايحه بكوره فصل برجلي واحده كده، فالكوره يعني ما فيش لزق في ايدي، فالكوره وقعت، فمع الجون طالعه فانا دوست على الكوره برجلي فركبتي دخلت وخرجت من مكانها. فالغريب ان انا كان عندي ثاني يوم ماتش وربطت ولعبت الماتش عادي جدا، ما فيش مشكله. ما كانش عندك اي مشكله في الموضوع خالص؟ خالص، ولعبت ماتش كويس قوي وحطيت 10 اجوان وفاهم، فربنا مسهل على الاخر يعني. كويس، وكسبنا الحمد لله. وبعدين كان عندي ماتش ثاني لحد في بطولة اوروبا اللي هو ماتش العودة بتاع بطولة اوروبا، برضه ربطت وبتاع ولعبت، وكنا واخدين ميعاد للرنين، انت عارف هنا في فرنسا الرنين صعب شوية بتاخد بعدها بوقت، فكان القرار ان هو يوم الجمعة، فعملت الرنين، فللأسف الرنين نتيجته طلعت بالليل، اللي هو في مشكلة في الغضروف. كويس، وكمان الصليبي اتمس اتلمس يعني، يعني هو مشدود خالص على الاخر الصليبي، وكمان في كلام ان هو قطع، فمش عارفين بقى قطع من الدرجه كام او قد ايه، محتاج عمليه مش محتاج عمليه، لازم اشوف حد متخصص الركبه. فللاسف الراجل اللي انا كنت هشوفه راجع الاسبوع الجاي يوم 5، فيوم 5 نظام ان شاء الله عندي ميعاد معاه. ومشكور برضو مستر نادر شوقي رئيس الجونه، وطبعا وكيل لعيبه الكبير طبعا، اخ كبير بالنسبه لي طبعا بصراحه، واقف جنبي مش قادر احكي لك بصراحه، حبيت اشكره على اهتمامه، وهو يمكن الدكتور فايلر اللي هو اللي هيعمل عمليه محمد محمود ان شاء الله ربنا يقومه بالسلامه يا رب باذن الله. هو كان خد رايه وبتاع، والراجل يعني نادر مستر نادر بيحاول يخليني ان انا اشوفه. فكان لسه متواصله مع مستر نادر شوقي قبل انت ما تكلمني بشويه، واحتمال كبير ان شاء الله اسافر بكره بالكثير المانيا او بعده، اطمن من دكتور فايلر اللي هو هيعمل محمد محمود العمليه ان شاء الله. طب مروه دلوقتي بدور على تيكت ان انا اسافر يعني. يا رب باذن الله، اكيد بنتمنى لك الشفاء، لكن في فرنسا اجزموا ان في مشكله عندك في الغضروف، لكن مش اجزام في الرباط الصليبي. الغضروف ده اكيد يعني الغضروف 100%. الصليبي هو الكلام عليه بقى، يعني الكلام في الصليبي ان هو مشدود وفي زي بيقولوا كده باللغه يعني اللي هو فاهم، في حته يا قطوعه يا مشدوده، فالرنين مش مبين قوي. طبعا الصليبي انت عارف لو على الغضروف بس، الغضروف ان شاء الله تبقى سليمه يعني سهله، لكن الصليبي طبعا الوضع مختلف خالص، بتتكلم ما بين 6 ل 8 شهور، فالوضع مختلف خالص بصراحه. لكن انا لحد دلوقتي ما اقدرش اجزم، حتى دكتور الفريق بتاعي قادر يجزم بالظبط، لان صليبي ما فيهوش هزار يعني. فاهمني؟ قولي لي، احنا الركبه اليمين ولا الشمال؟ اليمين. ركبتك اليمين؟ ركبتي اليمين. اكيد بصي يعني اكيد انا عارفك وهكلم كلام واضح ليك، انا متاكد ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمك، والاول نشوف نتيجه الفحوصات معاكي شكلها ازاي، لكن انا عارف حماس وروح مروه عيد شكله ازاي، بست 7 شهور ان شاء الله ترجعي في اسرع وقت باذن الله. اكيد ده لازم نطمن عليكي، واكيد لازم نقول طب اخبارنا ايه بقى في الدوري الفرنسي، لازم برضو نسالك. والله احنا الحمد لله ماشيين كويس جدا الحمد لله رب العالمين، يعني يمكن انا كمان ماشيه كويس قوي على مستوى شخصي. ماشيين كويس الحمد لله، احنا ماشيين 5 الدوري، وعندنا ماتش يوم السبت الصبح هلعبه، وانا كده خلاص يعني لحد دلوقتي مش عارفه ازاي السيزون انتهى بالنسبه لي ولا بس لحد فتره الكريسماس، عندي امل في ربنا ان شاء الله ان الموضوع يطلع ان شاء الله باذن الله. كابتن مروه نتمنى لك التوفيق، ونتمنى لك يا رب باذن الله ترجع بالف سلامه، لان نجمتنا كابتن مروه عيد نجمه كبيره فعلا، كلنا بنحبها وكل جمهور الاهلي متواصل معاها، لان هي فعلا اهلاويه من طراز فريد جدا جدا، متابعه كل الالعاب وبتشجع النادي الاهلي في كل المجالات، وهو ده اللي عايزينه من كل لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله. بالتوفيق يا كابتن مروه في المرحله اللي جايه.